السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم مره اخرى في القناه. نتمنى تكونوا لاباس عليكم وعلى خير وفي امان الله. اليوم جيت نحضر معكم طاجين السردين في الفرن. بسم الله بالرحمن على بركه الله. غادي نحتاجوا السردين منقي مغسول، وغادي نحتاجوا الروز مسلوق، غنحتاجوا فلفل حلو احمر واخضر والاصفر او اي نوع عندكم في الفلفل. غادي ناخذ بصله كبيره مبشوره، غنحتاجوا صلصه طماطم، عندي 4 ديال الطماطم مطحونين. غادي نحتاجو فصوص ديال الثوم، تقريبا 6 الفصوص ديال الثوم، ورق سيدنا موسى او ورق الغار، وغنحتاج القزبر ومعدنوس. بالنسبه للتوابل غنحتاجو الملح، غنحتاجو الفلفل الاحمر، الكركم، السكنجبير، الكمون، الابزار، والفلفل الحار حسب الذوق، وزيت الزيتون وزيت المائده. بسم الله غادي ناخذو الصلصه، ناخذو الطماطم، صلصه الطماطم اللي عندنا. غادي نضيفوا لها التوابل اللي قدمناها، اللي هي الابزار اللي هو الفلفل الاسود، الكركم، السكنجبير، الفلفل الحلو، الكمون، الملح حسب الذوق، وبالنسبه للحار الفلفل الحار كيبقى اختياري. بعد ما كنخلطوا التوابل ديالنا مع صلصه الطماطم، نخلطوها مزيان. غادي نضيفوا ليها 3 المعالق كبارين ديال القزبر ومعدنوس، وغادي ناخذ ديك 6 الفصوص ديال الثوم، غادي نحكهم اولا طحنوهم حسب اللي بغيتو، ومن الاحسن يكون عندنا الثوم طري. وغادي نضيفوا الصلصه الطماطم ديالنا، وغادي نضيف ليها الورق الغار او كنقولوا له في المغرب ورق سيدنا موسى، وغادي نضيف له زيت المائده وزيت الزيتون، وغادي نخلطهم مزيان مع بعض. وغادي ناخذ من البصل المفروم، غادي ناخذ وغادي نخلطو مزيان. بعد ما خلطنا المكونات ديالنا غادي ناخذ الطاجين، غادي ندير في الوسط ديالو هاد الصلصه هادي اللي حضرناها مع بعض، غادي نديرها في الوسط ديال الطاجين. نوزعها في الطاجين ديالنا، والباقي غادي نديرو غير شويه منها. وغادي ندير نضيف ليها زيت الزيتون، كنعرفوا زيت الزيتون كيجي هائل في الاطباق ديالنا. وبالنسبه ما تبقى من الصلصه غادي نخلطو مع الرز، ما تسجلش ليا المقدار، غنخلطو عادي، غنخلطو مع الرز. غادي ناخذ السردين ديالي، غادي نحاول انني نديرو في الطاجين بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. غادي نوزعو على الطاجين ديالي اللي غادي ندخلو الفرن. وغادي ناخد الروز، كيف قلت لكم درت معاه الصلصه اللي بقات ليا، ما تبقى من الصلصه من بعد ما درتها في الوسط ديال الطاجين، الباقي درتو مع الارز، وخليت منه قليل من الصلصه، يعني واحد تقريبا واحد 2 معالق كبارين حتى 3 المعالق، خليتهم جانبا حتى نعاودو نشوفو كيفاش غادي نخدم بهم. من بعد ما درت الارز الروز داخل فوق السردين، غادي ناخذ الفلفل الاحمر والاخضر كيف كتشوفوا، الفلفل الاحمر الحلو عفوا، وكنزوق به الطاجين ديالي من الفوق. وغادي نبدا كنسد داك السردين ديالي بهذه الطريقة، غادي نسدو كامل.
كيجي هاد السردين في الفرن حتى هو كيجي زوين، كيجي لذيذ وكيجي الشكل ديالو زوين في التقديم. من بعد كناخد عصير الحامض كنديرو فوق منه. هذه هي الصلصه الطماطم اللي خليت جانبا، غادي ندهن بها السردين ديالنا من الفوق. غادي ندير له هاد الصلصه من الفوق فوق السردين، غادي ندهنه كامل. والداخل ديال السردين راه خلاص، راه حنا درنا فيه الروز مع الصلصه وكل شيء، يعني ملي غادي يبدا يطيب غادي يشرب لينا ديك التتبيله وكل شيء اللي درنا في الوسط ديالو. من الفوق كنديروا هاد الصلصه هادي، كنوزعها حتى هي على الجوانب كيف كتشوفوا كامل ديال السردين ديالنا. غادي نضيف واحد الصلصه حاره من الفوق، هاد الاضافات كتبقى اختياريه. كندير له من الفوق صلصه الحار، وغادي نزوقه بالزيتون الاسود او اي نوع من الزيتون عندكم على حسب التزيين. غادي نزينو بالزيتون، ولا عندكم الحامض كديرو حتى هو من الفوق. انا اكتفيت بعصير الحامض لان ما كانش عندي الحامض موجود في البيت. وغادي ندير دابا ورق الطهي فوق منه، وغادي نغطيه بالبابي المنيوم، ورق الالمنيوم، وندخلو الفرن. بعد ما كيطيب الطاجين ديالنا في الفرن كنحصلو على هذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا ديال السردين، كيجي بهذا الشكل هذا. كي كتشوفوا كيطيب، كيجي زوين ناشف، ما شاء الله كيجي غزال. نتمنى ان شاء الله الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، شكرا لوفائكم، شكرا للمشاهده، شكرا لتعليقاتكم الزوينه. نتمنى تلقاو فيديو اخر في وصفه جديده، فكره جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، تهلاو في روسكم، سلامات.